انا في يومين بليلة وضواحيها يقول لك اودي ما نقلقوش الحليب. احنا هنايا 25 كوليكتر، كل كوليكتر دوك راه خايس، كل اللي ما عندهاش عندها 500 600، راه حتى ل 2000 300. حنا نقصنا الحليب ما عندناش وين نديروه، كي يردوه لنا ما عندناش وين نديروه سوى نقيسوه، والفلاح مضرور وحنا مضرورين، حنا ما لقيناش حتى باش نعمروا الكازوار. انا في خساره ما تنعدش ما تنحسبش ما تنحسبش.